نروح لواحد من النشاطات الاجتماعية الأهلية المهمة واللي بتقوم بيه دايما مؤسسة محترمة جدا جدا، هي مؤسسة بهية. مؤسسة بهية الحقيقة مؤسسة من يوم ما انشئت، ومستشفى بهية من يوم ما اشتغلت، وفي طفرة كبيرة في عالم صحة المرأة وخصوصا ما يتعلق بسرطان الثدي. ربنا يعافي كل ستاتنا وكل سيداتنا المحترمات من هذا المرض الخبيث، ربنا يشفي المرضى ويعافي ويستر الغير مرضى إن شاء الله. مؤسسة بهية بتطلق المؤتمر الجديد للتوعية لرفع مستوى الوعي حول سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر. والحقيقة مؤسسة بهية بتشتغل على محورين: العلاج وزيادة الوعي من أجل الوقاية من شر الوقوع في المرض، وده أهم لأن احنا تعلمنا قاعدة مهمة جدا أن الوقاية خير من العلاج. سعيدة جدا يكون في جولة مستمرة من الدعم والمساندة والصمود لبهية ومحاربات بهية، مؤسسة مجتمع مدني نفخر بالشراكة معاها، مؤسسة ناجحة قوية علمية منتشرة ما بتميزش بين محارباتها، سريعة في الخدمة، حريصة على زيادة كفاءتها وفعاليتها. بنسمع سيدات محاربات، بنسمع قوتهم ازاي هم بيقاوموا المرض بالمساندة وبالدعم. علشان كده بهية مش بس عندها قدرة على نشر الوعي في الفترة القادمة بناء على نجاحات الفترة السابقة، لكن كمان عندها جزء من الدعم النظراء ودعم السيدات لبعضهن البعض، بحيث ان السيدة اللي بتاخد الخدمة هي نفسها فيما بعد بتتطوع علشان تقدر تساند سيدة اخرى. الجزء بتاع الدعم النفسي اللي هي بتقدمه، الجزء بتاع فتح فرص العمل وان هي تبقي عليهم مشغولين في حياة عملية وحياة اسرية وان هم تديهم امل جديد. الحاجة المهمة ان هم بيحتفلوا بتخريج دفعة من يعني السيدات المحاربات اللي تم تعليمهم جوه بهية ومحو أميتهم، وده الحاجة عمل إنساني وعلم ينتفع بيه فوق ما ممكن حد يعني يتصور، إنه حاجة زي كده يعني تتحط في ميزان أو جبل حسنات الكبير قوي اللي بهية بتعمله. إن هما حتى الست اللي جاية تتعالج ومش بتعرف تقرأ وتكتب بيعلموها إزاي تقرأ وتكتب، على الأقل تبقى فاهمة بس أبسط يعني تعرف تقرأ اليافطة، تعرف تقرأ اسمها، تعرف تقرأ حاجات الأساسيات والبدايات. ودي كانت حاجات يعني هم عمرهم ما شافوها، في ميزان حسنات الفكرة اللي فكر في الفكرة دي واللي نفذها الحقيقة حاجة جميلة. النهارده في اخر اكتوبر، شهر اكتوبر الوردي اللي العالم كله بيرسل فيه رسائل دعم لمحاربات سرطان الثدي، وكمان بيرسل لي رساله لكل سيده ان هي تطمن على نفسها علشان تبقى عارفه كويس قوي اهميه الكشف المبكر، ان لو لا قدر الله في اي حد عنده سرطان ثدي وتم اكتشافه بدري بنصل لدرجات شفاء بتزيد عن 98%، وده هدفنا في بهية. الناس في مصر عامه ما بتحبش قوي تكشف، ما بتحبش قوي يقول لك انا عندي حاجه سيبها دلوقتي، اكيد يعني مش عايز اخش في المتاهات بتاعه الاشاعات والتحاليل. لما الناس بتعرف ان الموضوع اسهل بكتير قوي وحمايه ليها وحمايه لاسرتها، الام دي هي الاساس يعني في البيت، فالناس بتبتدي يعني تقولك لا انا ممكن حتى لو مش عايزه اكشف عشاني، عشان ولادي او عشان زوجي او عشان عيلتي. فنسبه شويه بشويه كل يعني سنه بنلاقي النسبه بتتحسن شويه.